مرحبا صبايا، كيفكن؟ معكن أنا هيك مع دادو. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة، بس قبل ما أفوت بالوصفة وبال يعني بالفيديو هيدا، بحب أشكر كل حدا عندي عمل لي كومنت حلو وكل حدا اشترك عندي، فمرسي لكم كتير ولدعمكن ولحكيكن الحلو. عن جد فرحت بكل كومنت انكتب عندي على القناة، كتير فرحني وكتير بسطني، وإن شاء الله هيك نضل دايما مع بعض إيد وحدة يا رب المحبة. وإلكن مني بالمثل وأكتر إذا الله راد وعطانا عمر. نفوت هلأ بالوصفة. اليوم هعمل شاورما، وهي شاورما لحمة، وهول كيلو مثل ما نكون شايفين، ولازم يكون داخلها الشاورما شوية دهون، يعني مثل هيك، يعني مش ضروري يكون كلها أحمر لتعطيكي نتيجة طيبة. أوكي، المقادير: كيلو شاورما مثل ما نكون شايفينه، بصلة مفرومة، البهارات بهار الشاورما، معلقة سكر، معلقة بابريكا، معلقة ملح صغيرة، توم باودر، بصل باودر، معلقة كبيرة، شوية فلفل أسود شوي صغار، لأن هي بهارات الشاورما بتغني عن كل هول صراحة، بس يعني أنا حطيتهم. أوكي، وهي كباية لبن اللي هو زبادي مع ربع كباية خل. اوكي، كباية زبادي اللي هو اللبن، احنا بنقول عنه لبن، انتوا بتقولوا هون زبادي. المهم، مع ربع كباية خل. اوكي، هننزل بكباية الزبادي مع ربع كباية الخل مثل ما انتم شايفين هيك، وهنجيب البهارات اللي قلنا عنها، بهارات الشاورما وثوم باودر، بصل وثوم وبابريكا وسكر وملح وفلفل اسود. بس الشاورما معلقتين كبار، لان هي اساس الاكله هي الشاورما، فلازم تحطي معلقتين كبار، ويكون فعلا بهار شاورما، ما يكون بهار اي نوع تاني، لازم تكوني جايبه بهار الشاورما ليعطيكي فعلا طعمه الشاورما. وطبعا هنقلبهم هيك مع بعض وبنتركهم ساعتين، هنقلبهم مع بعض وبنتركهم ساعتين، ويستحسن لو قبل بيوم، بس انا هلا مني صراحه يعني ولادي قالوا بدهم شاورما فقلت اعملها اليوم، بس هي يستحسن قبل بيوم تعطيكي طعم اطيب، واللحمه بتستوي جوا الزبادي والخل ومعلقه السكر، لما بتيجي تحطيها على النار ما بتاخذ سوا، فهي يستحسن قبل بيوم، بس انا هلا هنقعها ساعتين. اوكي، كن شايفين صبايا قلبتها، هاتركها ساعتين. وهلا هنفوت بقى على التحضير اللي هو الديكوريشن، اللي هو عباره عن بندوره وبقدونس وبصل اللي هنحطه معها، بس مش معه وانا بسويها، هنشوف يعني كل لحظه بلحظتها، بس هشيلها يحطها بالبراد وورجيكم هلا بقيه الديكوريشن تاع الشاورما اللي هو عباره عن بندوره وبصل وبقدونس. اوكي، رجعت لكم صبايا، وهي الديكوريشن تقول الشاورما اللي هي الخضروات، يعني البصل، بصله سلايت او جوانيح او شرايح اللي يعجبكم، يعني حبتين بندوره او حبتين، ايه ثلاث حبات بندوره مقطعين، ضمت كزبره وحده، ضمه وحده. وهي طريقه الطحينه هنعملها، هنحط لها شويه ثوم وملح وبابريكا وكمون وكزبره وثوم بودر وبصل بودر، هنحطهم هيك على بعض. انا حاطه بابريكا لان ما بدي احط حر، اللي بيحب الحر يحط الحر، وشي 3 معالق خل. اوكي، وبعدين بنزودها بشويه مي اذا عزنا، يعني انا محتاجه بس زود لها شويه مي، ولما تزودي مي يستحسن تزودي شويه مي دافيين، بتسهل بعمليه فرد الطحينه معك اكتر. اوكي، قلبها هلا، كيف صارت قوامها تقيل؟ يستحسن يكون قوام الطحينة تقيل حتى ما يتشتش الخبزة وتصير كتير طرية وانت عم تاكليها وتضايق اولادك تضايق جوزك، ليك كيف تقيلة هيك المفروض تكون. اوكي، ليكو صبايا، وهاي الجريل هنعمل عليها الشاورما، حطيت انا معلقة زبدة طبيعية مثل ما انكم شايفينها هي. اوكي، وهنزل عليا بالشاورما. شعرنا لكم الريحة قد ايه بتجنن.
هلا اللي ما عندها جريل مثل هيدا عادي تعملها بالطواية، تعملها بالصينية على النار باللي بيعجبك يعني، منا مش منا قضية يعني، بس أنا بحب أعملها بهاي تعطيني طعم برا وشوي برا، إنه ما بتخليها مطبوخة عن الغاز، بتعطيها هيك نكهة وطعم طيب كتير. أوكي خليكم معنا تفوت بالسوا بورجيكم إياها. شايفين صبايا كيف داخلة هيك كأنها مشوية مش كأنها مطبوخة، عشان هيك أنا عملتها على الجريل هاي، يعني هاي تعطيكي هيك ليكي كأنها مشوية ما كأنها مطبوخة، بتعطيكي طعم الشاورما تاعت برا. هلا لما نقول هيك مثلا بدي زود لها مثلا ليكي كيف قربت، خلص قربت تستوي، شايفين في زود لها شوي مي سخنين. شايفين خلص هتركها بس هيك شي 5 دقايق بعد او 10 دقايق وقتفها. صبايا هون في جارور بينزل الصوص تاع الشاورما، هاخد انا هيدا الصوص وارجع اسقيه فيها. شايفينه هيدا الصوص هاسقي فيه ارجع الشاورما. يعني انا هيك عم بسقي الصوص الشاورما من نفس الصوص تاعها كمان. اوكي اول ما تنشي هتكون استويت معنا. هلا صبايا مثل ما انكم شايفين خلص طفيتها وخلصنا. شايفين هنكب البصل، انا طفيت عليها خلص، وهنكب البندوره عشان نبتدي نقدمها، بس ما بنقدمها. وهنكب بقدونس وهنخلطها ببعض، هنقلبهم هيك ببعض وبعدين نقدمها بالساندوتشات وهورجيكم الطريقة. انا هيك طفيت عليها خلص عشان البندورة تضل فريش والبصل والبقدونس ما يستووا، يضلوا بهيدا المنظر هيدا. اوكي هنقلبها ونشوف طريقة التقديم. مثل ما نكون شايفين شكلها، انا طفيت عليها، وهيدا خبز اللي هو احنا عنا ببيروت بنقول عنه خبز مرقوق او خبز صاج، وهيدا كايزر. هلا انا هاخد الخبز العصاج او الخبز المرقوق وحط بقلبه الشاورما والكايزر وورجيكم طريقه التقديم، اللي بيحب يعمل هيك هيك يعمل، واللي بيحب يعمل هيك يعمل. صبايا هناخد طحينه مثل ما نكون شايفين وتكون تقيله ما تكون خفيفه عشان ما تشتش الخبزة. شايفين هنحط طحينة هيك، طبعا عنده طريقة غير هاي وبيحبها يعملها، انا بس عم بورجيكم طريقتي. شايفين كيف البصل هي فريش، بتحب تكتري بالساندويشة اكتر من هيك كتري، بتحب تقللي قللي، يعني هاي بتبقى بس حرية شخصية. اوكي هنجيبها بنطبقها نعمل العروس، هاي عنا بنسميها عروس يعني ساندويشة يعني نعملها هيك. هكمل الكمية وارجع لكم. الكايزر اللي كيف هنحط طحينة هيها بقلبه، هنمدها هيك بقلب الساندويشة. طبعا بدك طحينة زيادة حطي، بدك اقل انت حرة. هنجيب الشاورما، للي بيحب الكايزر يعمل كايزر، بحب الخبز عصاج يعمل عصاج. شايفين بدك تزودي شاورما تقللي كوارما تقللي شاورما انت حرة. اوكي هلا صبايا مثل ما نكون شايفين هالجريل اللي انا بشوي عليها طول السنة بالمطبخ، مثل ما سبق وقلت لكم ساعة ما كنت عم بشوي دجاج ولحمة قلت لكم عندي شواية بالكهرباء بشوي عليها طول السنة، فهي وحدة منهم، وطبعا التانية اللي انتو شفتوني وانا عم بعمل فيها الشاورما. فهلا هاي حطيت بقلبها الساندويتشات لاعطيها مثل هيك تحميصة خفيفة وتضليعها مثل تاعت برا، فقلت بس ورجيكم انه كيف عم بعملها. طبعا اللي ما عنده هيدي الجريل عادي باي جريل طبيعيه بتحطيها على النار وفيكي تعملي نفس اللي انا عم بعمل فيها بالضبط ويمكن احسن كمان، يعني ما تتايدي بالشيء اللي عم بتشوفيه عندي او عند غيري، كل شيء عندي كي بالبيت ممكن ينفع. حتى انا عندي الجريل العاديه اللي هي مثل الطواية بتتحط على النار كمان بتنفع كثير، يعني اوقات كثير بعمل فيها، بس قلت هلا بما اني يعني قافله غطا الغاز استخدم هيك. اوكي
خليكم معي لورجيكم الشكل النهائي. وطبعا اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل شيء جديد مني مع انا هيك مع دادو. خليكم معي. منكم شايفين صبايا ليكو كيف اخذت هيك مثل تاتش بسيط من السخونيه وعملت هيك الجريل علمت عليها انه هاي هيك وتحمصت بنفس الوقت. خليكم معي. هلا صبايا بنهايه الفيديو هالصحن مثل ما انكم شايفينه طلعوا هاي التقديم وهاي الطحينة وحمصناه على الجريل مثل ما نكون شايفين. طبعا الشاورما اللحمة بيتاكل مع طحينة، شاورما دجاج بيتاكل مع طومية، يعني أنا بالنسبة لي أنا ولبيتي أنا وهيك، فاللي بيحب يعمل غير هيك هاي حرية شخصية وهيدا مذاق وكل واحد حر بالطعم اللي بيحبه يعني، بس هاي طريقتي أنا وهاي تقديمتي أنا. وهاي الشاورما المتبقاية مثل ما نكون شايفين لكم كيف البندورة البصل هيك بعده فريش ما انطبخ. فميزة الجريل هاي ان هي بتعطيك انه النكهة تاعت برا اللي هي انه الشاورما داخلة بالشوى مش داخلة بالطبخ. يعني حتى الجريل هاي انا دايما ما بدخلها المطبخ، اول مرة دخلها المطبخ لان هاي دايما بشتغل عليها برا بالليفينج لما بكون سهراني مع جوزي ولادي وبدنا ناكل شي سخن وناكله فريش هيك قدام عيننا. يعني انا ولادي بنحب هيك طريقه الاكل، يعني برجر كفته شاورما مثلا بالسهره وخاصه بالشتاء لان انا عاشقه للشتاء صراحه ما بحب الصيف ابدا. فتلاقيني حاطه على طاوله الليفينج واحنا قاعدين نشوي عليها ونعمل سندوتشات وناكل انا وجوزي ولادي. يعني بس قلت هالمره لاني هعمل عليها شاورما وعلى القناه فعشان هيك دخلتها المطبخ، بس هي اصلا ما بدخلها المطبخ نهائيا، هي بتضلها برا على طول الى رف بالليفينج حاططها فيه. يعني بتعرفوا المطاعم الهاي كلاس بيشوا الاكل وبيعملوا كل شيء قدام عيونك مش جوا بالمطابخ يعني. بس فانا قلت ادخلكم اياها القناه لتشوفوها عشان حتى اللي بيحب ياخذ فكره عنها وبده يجيب منها، هي كثير عمليه وحلوه صراحه. نرجع لمضموع الموضوع الشاورما، فهيدا صحن التقديم وهي نهايه التقديم تاعتي. واذا عجبكم الشاورما تاعتي وبطريقتي انا بليز لايك واشتراك وتفعيل القناه ليوصلكم كل شيء جديد وشير طبعا. ومرسي لكل حدا جديد عندي على القناه، مرسي كثير الكم. وكان معكم انا هيك مع دادو، مرسي كثير، باي باي.